والله السنة بعد انقطاع سنتين المكان والموقع والجو هالمرة وايد حلو والحضور حلو. والله وايد حلو تونيت والأجواء حدها يعني حلوة، بس لو الجو شوية ما يكون هوا كان أحسن. وقت حضور الناس يعني والمطاعم الأكل فرصة ما تتعوض الصراحة، يعني مع الأجواء الحلوة الصراحة. الأجواء حلوة والجو تنوع المحلات. اختيار الأماكن صارت أحلى شوي. محلك؟ بوشن كافي، محل كوفي. شنو اسمك؟ شيخة. أنت من وين؟ من سعودية. حلو المكان؟ حبيتي المكان؟ إيه. تحبين البحرين؟ إيه. لا الحمد لله، احنا نشوف الناس الحياة ردت إلى طبيعتهم ما شاء الله، الإقبال جدا جميل، ونشوف الحلو إن نشوف الكل يعني من سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار نشوفهم كلهم، والإقبال كان جدا جميل الحمد لله يعني. مشروعي عبارة عن سويت من 2018 كنت أسوي في البيت، وبعدها كنت أبيع في الجامعة، ونشكر وزارة التجارة والصناعة قدمت لنا خدمة سجلي الإلكتروني عشان تساعدنا نشارك في هاي المهرجانات، وهي أول سنة نشارك فيها بشكل رسمي. I think the environment is very nice. I don't know. Today, you know, today is very cold and it's very windy. So. Did you eat yet or no? No, we are waiting for. What are you ordering? Shawarma, dynamite, and one with barbecue. Different kinds of shawarma. I think it's very lovely and it's very nice and it's very friendly and family we are enjoying here. And the food is very good quality and I'm really enjoying. The weather is great. So I think Bahrain should arrange more events like this. Because before COVID, like we were stuck in the home. So it's very nice, like we are enjoying after a long time.